السلام عليكم صحابة البنت وعليكم السلام كسر دواء شنال كنا سمعت فيديو إن شاء الله بنقول دونا قاب كي أت أبلابي كري أبلابي لهد ماركت بليس عادي سكلا دا إنترنت كأول حفرن لهد أيو نقول دونا إن شاء الله فيديو سو شقة ضم حلا مي هذا فريلانسر بعد هذا إيه فريلانس فريلانسر كرنين أما ظهوري وما عن جكتي تس إن شاء الله حدا نلقي سو فكر كان إن شاء الله وتفهم تولتا سو لبقف بمشين شو شقة ضم كلا قبلنا يوم لبقف بمشين شو قف وشقة ضم قف كأوفر كريني قبل ما شقة ضم قف كريسي بكريني سو هذه مش حياة شو تام إن شاء الله ونفهم تولتا شقة ضم قابك على قبل من دونتي أوكي قف كان أوفر كا فور إكزامبل واقف شقين لو قبط ربا you know قف كان شقوا بحنيا قف كان واقف فور إكزامبل you know like يوتيوبر فور إكزامبل في يوتيوبر فيديو يصير لو يدك رأي أي ربا then قف كان حسمانية وحده حيا قف كاس يعني فيديو كاس وعشان تونا وصلنا ده whatever جس فيديو إن لا يدك رأي أي ربا لعكت أنا أبرك إنه ورا يعني أو حده فور إكزامبل كنت دولار أي ربا إنه لو يدك رأي بخل دولار ما هو لو يدك whatever جس لعكت هالك هذا يروح يعني سواء إن شاء الله كم كنت دولار ما نسوق قف كنا يدي تمام صوتاتي you know then واحد شو قف كلو ماشنا أو أسمعنا like you know experience إذا قف عن يدي تنيجا you know like هايستا review في عن تطفر بن review في عن كايستا rating يزو أدو سريو then قف كنا حلي عن إذا حكوا يدي تكرنا فيديو وش اللي صدق بون okay so واحد سمعنا سا you know واحد سمعنا سا then عادي وماشنا يا جوكتا واحد شيء واحد ماشن ماركت كا عيد عادو كان حفلون إذا هالكن ماركت كا تصالحان مدام قفتن editing وصول قادني عدو ماركت كاي وإن قصاب سنة عدو واحد لحيه editing يو حيالات فيديو اللي edit كريو فوتي اللي edit كريو you know stuff like that so عدو ماركو حد سمينيسا واحد لا لها عنيو يال هالكان حان كو edit كريني يا content dollar actually قفتن content dollar قاد ايو offer كو بحنيا واد وضع هذا الشين عديقا مدام عديقا هالكان كو صغورتي ان عد فيديو كو edit كريني سيد فيديو ان عد high quality edit كريني سيد you know video في عن like add videos في عن عادي did create هذا الكل كوشي غاتي then market كاي واحد كبرت العجها وقلت لك شيء إنه تقول did create then العك تان كنت تنقل دولار over كان سلام واضح بشيء واحد تري over كان وان قادنا يعني and then what are you gonna do is that over كي مركز أديك عاد قادتيد يعني قف كان أديك أيو شقدي كوسينا أو over كيا يعني حنك وضع over كيا أديك أو receiver كي نقول يا ماشين قادنا يا شقدي أديك واحد سمعني سادو واحد رادين إذا قف هاي كواليتي كوحنية لكن لعكت وقاضنا أكير تاية هذه اللي بسينا for example قف كان وقف وبسائل you know فيديو سيفي عنه تتكرينة شمي صوت من دور مقاضنا وقف كتو صالح من شوه وحد سمين سا قف كان يالي حرير إسا وحن نودي بسا فيديو ينو كوكو يتكرين شمي صوت من دور okay تان قف كي مركة وفيديو أي كو سوي يتكرين حد سمين سا هذه كنتم كي دولار مركب أو كان كوسي كنتم كي دولار مركب أو كان كوسي فيديو إيديتر كو كوسيه هذا شان يسوتون كي دولار كان يحسينس right so هذا كم حلال هاي لعكت انت وتحس تو صار لك عندنا سوق قاعد تحمل قفكم ويب سايت اي 40 نص سمايه قفكم ويب سايت ب 40 نص سمايه you know like any نوع ويب سايت كلو سمين كرا وي فر بدين سو قفكم واقف اسغن ويب سايت قاعد وفي سو هذه ماركت كاي وانه كو صاب سنه وحي ويب سايت لحق انت بدون سو حد سمين سو حد لا هاي ويب سايت كا ايان اني لسه في عم بوها جين كرا بل لعكت تو صار واكون دولار right then وحويان قف كي مركي اد سكو اد يو نو ريسيفر اوفر كي اتشقد اسلا قادتا واحد سمين سا اديغا شقدي اوفر كي في ويب سايت كي نو دي بي ايات سمين ايات قادسا واحد لا نسا قف ويب سايت كسي في عن هاي كواليتي و سمينيا ادن قف كي ايات واحد كلي شي نسا لعقتي كير اوكي سو فور اكزامبل اديغا لعقتا لو سيني ويب سايت كي انات كو هاجيت سي واكون دولار بات قف كان ويب سايت كا هاجيتينيا اكشلي علمي ولا لعقتا او قادنيو وحويان 40 دولار فور اكزامبل dan qofkii markii uu ويب سايت ku hagaajiyo ويب سايت kii waxa ka feerinaysa aan qofkii kalaad ku ayad waxa la eegaysa hadii ويب سايت kii uu noqdo midkii uu rabay kaas dan lacagta wadoo bixinaysa ka oo waxa sameynaysa lacagta ayad siinaysa kaas $40 adigana halkan maxaad ka helaysa $10 oo halka macnaheedu waxa weeyaan $10 oo faa'iido ah halka cash okay ana malaynayna shaqada qaab oo shaqaynaysa aad fahamtay suna waxaan ku tusdoonaa meelaha laga heli karo ويب سايتyada ugu fiican ee shaqooyinka laga heli karo alright so ويب سايتyada ugu fiican ee shaqooyinka laga heli karo waxaa ka mid ah you know upwork ويب سايت kale oo sidana ayuu yahay upwork you know actually reviews aad buu fiican yahay inta ka arkay but yeah ويب سايت kan upwork waa laha inshaallah insha Allah linkigiisa aan ku soo dhigtoona hosta hadii kale waxaad ku qortaa you know meesha aad ku qortaa upwork.com or you know website kala asagna wanaagsan waxa kamida like favor oo asagna qaabkan you know freelancer ko kala u shaqeeya you know actually say wuliba kan wuxuu wuxuu ku sii detail bar badan ayuu ku siinaya but yeah hadii aad adiga mid ka dooni ka heshid yani dabcan waxa weeyaan
just waad bilaabaysaa shaqada. So you know, like waxaa jira laba nooc oo loo bixinayo, qof waa qofkii rawa waa qofkii you know, like you know, qofkan waa qofkii shaqada bixinay. So adiga qofka shaqada bixinay ahaan ma bixinaysid, waxaad u bixinaysaa qofkii shaqa you know, freelancer ahaan baad u bixinaysaa. So yeah, insha allah intaas ayaa ugu muhiimsan. Labada website ee ugu wanaagsan halka waa kuwan, but yeah, website kale oo wanaagsan ayaa jira, waan isku dayayna halkan iyadana kuusoo you know, aan ku koobi karayo. Waxaa jira website kan 99 designs, website kan guru ayaa ladhahaa, kan toptal ayaa ladhahaa, freelancers mid ladhahaa ayaa jira. At all, yani dhammaantood waxay u shaqeeyaan sida kuwaas oo kale, but inta high ratingiga aan leh aan arkay waxaa ka mid ah Upwork iyo Fiverr oo asagana halka yaala. Yaa, intaas ayaa ugu muhiimsan insha allah. Haddii uu fikirkan aad u malaynayso fikir qaban karto inuu yahay, tan shaqada bilow, just go and start. And you know, insha allah rajina inaad like ku sharabtid ka gaarsid. Haddii aad insha allah yani aadan garanaynin ama like waxaad isku dii doontaa actually mid aan ku raacayo YouTube ka tag oo waxaad raadisaa Upwork qabka loo apply gareeyo iyo Fiverr iyo waxaas, maadaama aan waqtigu aad u yara fikirka bisna ku soo bandhigaan ugu talagalay. But haddii aad like actually weydo qof si fiican kugu fahansiinay insha allah, just video like saar ama comment igu soo qor insha allah in aan video ku xiga ka dhiga asaga mid ka mid ah apply gareynayo step by step qabka shaqada aan soo bandhigay step by step market ko wana furay, then insha allah step guys ayaad isagana fahmi doonta.